انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح، وهو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية كالرقى الشرعية، حسية كالدواء. لديه ألم في بطنه، ماذا يصنع؟ يشرب شيء من الدواء، شيء من الأعشاب، هذا سبب محسوس ملموس، أو يقرأ على بطنه الفاتح. إذا القسم الأول الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، وجعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب إما شرعية كالرقى الشرعية أو حسية كالدواء. نعم. أسباب النمتنجل مش بشيت الآلل رند ذلك الآن إن مش سيك مدر ونا مداي سريعي بشواسم صحيح آية أقيدة هذا أدبا الله نستيج النمتنجل رند ذلك النمتنجل دابا ഒന്നുകിൽ ശരഈയായി റബ്ബ് വെച്ച നിമിത്തങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായി രോഗിക്ക് റുഖിയ ശരഈയ മന്ത്രങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, അത് ശരഈയായ നിമിത്തമാണ്. മറ്റൊന്ന് ഹിസ്സിയായ പ്രാപഞ്ചികമായ നിമിത്തങ്ങൾ, അതാണ് ചികിത്സിക്കുന്നു, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ഒരാൾ രോഗം വന്നു, അയാൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, പ്രാപഞ്ചികമായ വ്യവസ്ഥയാണ്. അയാൾ മന്ത്രിക്കുന്നു, അത് ശരഈയായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ ഇതിലുള്ളത്. على الأولاد أشياء منها. عندما تلا آلغل بود جو تلا واحد تلو تلا بستوك لك كتتو كيو بندي كيو تيونو. يضع مثلا رأس ثور أو رأس أسد أو حوت سمك. نعم. وده لما يجي وري كارا يده تلا هذا لينجي وري ملسة تنده تلا إنجا يقول لا بلا روبانغلم أبر واحدنغلم بود لهم كي كتتو بندي كنو. أو عين أو كف. ألينجي وري كارنين روبام. هذا اللي كيين الروبم إذا لم يكن أو نعل قديم أو حذاء قديم اللي بديه تربغل بديه شوغ إذا كم يكون أو بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة هذا اللي نقول تطبوا يا إذا جيبي ولا ترب ترب أبي يوم اللي تكون هذا برضو كيدون أو بعض الخرق القديمة هذا اللي بديه تونيك أستنغل كتير يكون أو بعض الأشجار هذا اللي نتكلم مارينغل أستنغل يكون أو بعض الأشياء من البحر هذا اللي سمعت تزلنا اللي بيكون تكلم وسطكلو يكون أو يكتب بعض الكتابات على البيوت حتى يعني يدفع بها العين هذا اللينجل يتلم كنده رجل طرني يا سلينجل ولا كم من تري يرتقل أبغى يرتدي بكون لماذا تضع هذه الأشياء إذا كي عندنا أنا بكون قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب اللي دفع العين أبغى يبغى ينو إذا كنده طرك كان ربي بتشني متنقل أنا يدا أبغى يبغى ينو نقول سبحان الله أنت بهذا تعتقد وتجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شرك أصغر هذا باب الله تعالى سببك وكاتا ودنا നീ സബബായി വെക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് ചെറിയ ശിർക്കിൽ പെട്ടതാകുന്നു. واذا قال لا هذه الاشياء هي التي تدفع بذاتها بنفسها تضر وتنفع نقول هذا هو الشرك الاكبر. نسال العافيه والسلام. ഇനദല്ല ഈ വസ്തുക്കൾ തന്നെ സ്വയം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യും, ഉപദ്രവം തടുക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ അത് വലിയ ശിർക്കാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കും. اذا لا يمكن ان نعتقد ونجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى إلا ما جعل الله سبحانه سبب سببا إما حسا أو شرعا مع اعتقاد أنه سبب، وإلا كان هذا من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر والله أعلم. هذا كنت أن الله تعالى سببك بتدنا ماترم نمنا سببك أجيلك هذا شرعي أي سببك هذا اللينجل برامنجيك مايا ببستر لابا رنت أنا كيلوم الله بيتش ببستر يندو أدنا ماترم ببستر يأي نمنا أجيلك أدنا أبرم بويا هذا ولي بتش شرك الأصغر ആകാം ചിലപ്പോൾ അക്ബർ വലിയ ശുൽക്കാകാം ചെറിയ ശുൽക്കാകാം അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ